اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، واحد من النجوم الكبار لواحد من الاجيال الكثيره والمهمه جدا للنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن رمزي صالح. ازيك يا رمزي حبيبي؟ شرف ومنور. يعني مبسوط، دي اول مره اطلع معاك. اعتقد صح. كان في المفروض حلقه قبل كده وحصل حاجه وما كملناش. ما بجيش الا في الايام الصعبه. زي يوم صعب زي النهارده. بس يوم صعب، ولكن عايز اقول لك حاجه، كلام كتير جدا عايز اتكلم معاك فيه بخصوص هذا الامر. انت كنت واحد من الناس اللي شالت الكاس الافريقيه وعارف قيمتها ومعناها لجمهور النادي الاهلي، ولكن خلينا نطلع الاول نشوف تقرير عن رمزي صالح ونرجع نكمل مع حضراتكم. واحنا قاعدين بنتفرج رمزي بيقول لي ما هو ما فيش منطق. هو ما قالش ما فيش منطق، بس ده اللي نقدر نقوله على الشاشه في اللي بيحصل طبعا. لا بص، انا هديك نصيحه لوجه الله. اتفضل. يعني ما تتكلمش عن نظريه المؤامره لانه مش هتغير حاجه. لانه الفساد في الاتحاد الافريقي موجود ومن زمان يعني. فالطبيعي دلوقتي نعمل ايه؟ اولا نوجه، يعني بص، الدعم الاساسي للنادي الاهلي هو قناه النادي الاهلي طبعا، فلازم نوجه كله، سواء جمهور حتى النادي الاهلي او اعلاميين، نوجه الكلام يبقى على شقين. اتفضل. الشق الاول انه الاهلي لسه ما حسمش الصعود على النهائي، لازم نركز على الماتش اللي جاي، نفكر خطوه خطوه، وبعد كده نفكر ازاي الاهلي بعد ما يعدي ماتش وفاق الصيف، لانه ما فيش حاجه سهله اكيد، يعني عارفين برضو وفاق الصيف هيكون ليه رده فعل هناك 100% برغم النتيجه الكبيره، لكن في النهايه كره القدم ما نديش احساس اللعيب ان الماتش خلص، شوط اول خلص، في شوط تاني هناك في الجزائر. تاني حاجه ان شاء الله ربنا يكرم نوصل النهائي، يكون ده دافع للاعيبه النادي الاهلي ونشحن لعيبه النادي الاهلي، انه دايما احيانا لما انت تروح وانت حاسس بالظلم بيديك طاقه زياده. والاهلي يعني ايه، اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيقدر يتجاوز الضغوطات. ممكن الضغوطات دي تكون على فريق الوداد اذا وصل النهائي اكتر من النادي الاهلي. تمام، لكن انا متاكد من 100% ان اللعيبه بعيد جدا عن هذا الامر، وان اللعيبه ما بتفكرش فيه الا في المباراه القادمه، وده احنا قلناه في كلامنا. ولكن في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الامور لازم تقول، لازم تنفس عن ان كل ما حد يشوفني من ساعه القرار ده ما تم اتخاذه، يعني لما بيقولوا لي كلمه ما اقدرش الحقيقه اقولها، يقول لك يعني للدرجه دي؟ يعني هل انت ممكن تبقى غلطان لكن لا انت غلطان وبتقول ان انا غلطان، ما شوف انتوا عايزين تعملوا، يعني هو ده المعنى اللي بيوصل للناس. عشان كده، لكن على فكره، طب ما هو انت ممكن تلعب في مباراه، انا حتى قلت الكلام ده، ممكن تلعب المباراه النهائيه دي في ارض محايده فعلا، او في مباراه في ملعب غير ملعب المركب محمد الخامس وتتغلب. مش ده ممكن يحصل؟ انت بتلعب كوره، ممكن تلعب في مركب محمد الخامس وتكسب، ولكن انا مش هغير كلامي وجمهور الاهلي مش هغير كلامه. لو حتى رحت في مركب محمد الخامس وكسبت، ها صح، وده اللي ان شاء الله لو ده يعني لو ما نشوف بس الموقف بتاع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي. حتى لو ده حصل هيبقى كلامي هو هو، ما ينفعش اللي حصل ده، المنطق ما بيقولش كده يا رمزي. ما هو مفيش حاجه تقول، ما فيش اصلا حاجه. يعني القرار طلع النهارده، هل يعقل وانت فريق مثلا الوداد واصل بنسبه 50% لانه كسبان اول ماتش، فواصل بنسبه 50% كسبان اول ماتش في انجولا. ايوه يعني ثلاثه يعني انت لو عايز يدوا له البطوله مش هيعملوا بالشكل ده بصراحه. بالظبط. والنادي الاهلي يعني على الجانب الاخر هو الاقرب. هي اعتقد هي تصفيه حسابات او وعود سابقه للوداد، ما فهمش، بس يعني الاهلي عودنا ان هو يغير كل حاجه بيده، حتى لو حصل يعني ما اعتقدش ان هو يكون يعني حتى في او نوع من انواع الانسحاب او قرار مثلا ممكن، لان انت معروف الكاف فساده من زمن، مش هتقدر تغير في حاجه مهما كان. لكن الاهلي هيروح وبرجالته وبلاعيبته وبالمنظومته المتكامله دي يقدر يجيب البطوله من هناك، ومش عايز الناس تربط 2005 او 2006 او 2007 واللي حصل فيها في 2007 بالتحديد، انه الاهلي خد بطولتين، الاتحاد الافريقي مش عايز يديله الثالثه يحصل. ما انت ليه بتفكر التفكير ده؟ ما انا مش عايز، مش انت الناس، يعني انا ليه الناس بتفكر التفكير ده؟ لانها حصلت قبل كده. لا بس مش ده حصلت، لانه انت في الاخر ليه بتقول الكلام ده كاهلاوي؟ بقول الكلام ده لانه حصل واحد اتنين تلاته خلاني اقول هذا الكلام. ما حصل شاهد واتنين وتلاته، حاجه حصلت بقى، مش يعني مش الصوره الشهيره ما بين رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس النادي الترجي ورئيس نادي الوداد، ودي كانت موجوده، مش دي موجوده وحصلت؟ هي موجوده. مش رئيس النادي الوداد طلع في 2019 وقال تصريح رسمي، تصريح رسمي ان وعدوني ان انا هيحلوا لي المشكله؟ ايوه، مش انا اللي قلت على فكره. ما هي واضحة. فانت في الاخر شواهد بتخليك تقول ايه؟
هو ايه ده؟ انا كاهلاوي يعني هو إيه؟ على فكره انا ما بتكلمش كمذيع ولا بتاع، انا بتكلم كاهلاوي. لا انت بتتكلم وملاحظ، بص كنت بتفرج عليك، فانت بتتكلم بحرقه، الكلام طالع من قلبك، لانه ما فيش كل حال اهلاويين دلوقتي قبل ما ادخل على السوشيال ميديا كل بيتكلم نفس الموضوع ده وكله محروق. بس انا اقول لك على حاجه، الصعوبات دي عايزين نخلينا نفكر بطريقه ايجابيه، لان بالزبط. انت عارف اللي هو ايه بيسموها ايه، بتنفخ في قربه مخرومه. الاتحاد الافريقي يعني مهما تعمل مش هتغير الواقع ولا هتغير الحال. الفكر دلوقتي طب لماذا تم تغيير الواقع في 2020 يا رمزي؟ عندما كان هناك قرار بان مباراه السوبر هتلعب، واعتقد انت راجل عارف، بس الاول ده الترند اللي شغال، ده ستوب كاف كوربشن 703,000 تويته، مش انا مش اسلام، يعني 703,000 يعني قبل ما نخلص هكون وصل للمليون. فلماذا تم تغيير القرار في 2020 بان كانت المباراه، انت لعبت كام سوبر؟ السوبر المفروض اللي انا افهمه واللي انت شفته واللي مصر كلها واللي الناس كلها عارفاه، ان المباراه بتلعب في ملعب بطل الدوري. اعترض نادي نهضه بركان في ذلك الوقت وعملوا قطر. ليه تم تغيير؟ هو ليه طيب ما فرضوش انه دلوقتي مثلا قطر جايه على كاس عالم، ليه ما عملوش النهائي ده في قطر مثلا؟ لو هم بيفكروا الاتحاد القطري النهارده انا شفته، كان مخرج ليهم الاتحاد القطري النهارده انا شفته يعني نزل بيان، اعتقد ما اعرفش بقى هل صحيح ولا لا، لكن نزل بيان قال فيه ان هو نفى كل الاخبار المتداوله على ان الاتحاد القطري طلب استضافه المباراه النهائيه، لم يحدث. بس انا اتصور انه رغم يعني ان في اتفاقيه تعاون ما بين الاتحاد القطري والكاف. بس خلينا خلاص يعني انت عايز تتجاوز كل ده. ايوه لان انا عايز الكلام ده يتحول لايجابيه. اوكي يتحول لايجابيه. انت دلوقتي عندك وجهه نظر طبعا، ماتش الجزائر تعدي من وفاق الصيف، وساعتها كل الجانب ده اللي بنتكلم فيه النظريه، مش عايزين زي الانديه تفضل تتكلم في نظريه المؤامره. لا ما هم كان احنا لازم نتكلم فيه، احنا كاعلاميين ودورنا ان احنا لازم نتكلم في هذا الامر. انا لكن اللعيبه والفريق والبتاع مركزين في الماتش بس. انا عايز الكلام ده كله حتى في اخر ايام انه خلاص نلغي فكره انه الماتش مثلا ممكن يتغير، خلاص الواقع الماتش في المغرب. حتى لو جهود اداره النادي الاهلي تحصل خلف الكواليس زي ما بيقولوها، بعيد عن اللعيب، لعيبه تاقلم نفسها انه يتعدي ماتش يوم السبت وبعد كده هنروح المغرب ان شاء الله ونجيب انت بتقول ان يتم تحويل الشكل السلبي لشكل ايجابي. لشكل ايجابي. اوكي. وده يساعدك. يساعد اللعيبه ويساعد الجهاز. انت عارف بص احنا في زمن دلوقتي يعني كل اللعيبه بتتابع السوشيال ميديا طبعا، والوضع مختلف. الاعلام لازم يبقى دور ايجابي. نعم. اكبر داعم للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. طبعا. القنوات التانية مش هتطلب من انديه من قنوات ثانيه او من الاعلام الثاني يتكلم على مزاجك انت. فانت لازم تقلب الامور دي كلها لايجابيه. عشان صح. خلاص كل هدفنا دلوقتي رغم الظلم اللي حصل على النادي الاهلي والمؤامره اللي حصلت على النادي الاهلي، احنا هنروح المغرب ورغم الصعوبات دي كلها يكون دافع اللعيبه وتجيب البطوله من هنا كتير، وحصلت كتير. بس انت كاهلاوي مش متضايق؟ هو متضايق، هو حاله الظلم متضايق، بس سبحان الله. بص انا عندي حاجه مش عارف، انا عارف الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله يعني فاهم قصدي، اللي هو يعني مهما يحصل برضو في حاجات كتيره ما كانتش حد متوقعه تحصل، لكن مع النادي الاهلي بتحصل. فاهم؟ هي دي الفكره، انه يعني واثق من الفرقه البطوله، قادرين ان هم يحققوا اللقب الثالث على التوالي. يا رب ان شاء الله، لانه الحقيقه اللقب الثالث على التوالي يعني استعصى قبل كده في 2007، وبالتالي احنا نفسنا ناخده مره ثانيه، او نفسنا نبدا بقى يكون او تبقى اول مره في التاريخ ان يحصل. انت عارف ان انا بقول الكلام ده ليه؟ عارف لو البتاع في مثلا موجود، احنا النادي الاهلي موجود في قاره ثانيه في مش عارف ايه، تقدر تعمل شكوى، يقدروا يفكروا في بس في اتحاد الفريق مفيش حاجه بتحصل، وانت عارف الكلام ده شخصيا. مفيش حاجه بتحصل ومفيش حاجه بتتغير. يعني انت لكن رغم كل الفساد ده ان شاء الله الاهلي قادر انه يحقق البطوله الثالثه على التوالي. يا رب ان شاء الله ان النادي الاهلي على الرغم، انا برضو انا بقول لك انا وجهه نظر، انا حتى لو النادي الاهلي حقق هذه البطوله ومن قلب المغرب ها انا هبقى متضايق، لانه لا بس هتلاقيها بطعم تاني، هتبقى تلاقيها بطعم تاني وحلوه وكل حاجه، ولكن مش هغير، مش هبقى متضايق، هبقى مبسوط طبعا، لكن مش هغير كلامي. انا ده قصدي، ان انا مش هغير كلامي، ان انا ما ينفعش الاتحاد الافريقي يعمل كده. بس هو حتى لو في مصر، انا بقول لك حتى لو في مصر الكلام، الاتحاد الافريقي ما فيش عتب عليه، هو معروف. يعني هو بص في كل الاحوال بيعمل عكس اتحادات العالم
كلها وكل حاجه في افريقيا مختلفه. يعني انا جبت الاتحادات الاتحاد الاوروبي عمل ايه قبلها بسنتين؟ أيوة. بيقول لك احنا هنلعب في الحته الفلانيه ايوه اصل طبيعي ما فيش بطوله في العالم. انت مثلا دلوقتي انت عايز تعمل ماتش من دور واحد اللي هو ماتش واحد فاصل، انت بتحدد من قبل سنه يعني قبل ما توصل. يعني مثلا في اوروبا معروف النهائي كان دوري ابطال في باريس من السنه اللي فاتت صح، فانت جاي تغير تعمل قبل هو كان في روسيا وتغير لباريس ده كمان ما عملش مثلا في السيمي فاينل اللي هو قبل ما يشوف وضع الفرق ده عمل كمان غير ده عملها بعد ما اصلا الفريق خد 50% من الماتش يعني صح. الوداد نسبه كبيره ضمن التاهل صح ولا صح؟ يعني ما فيش يعني فجر اكتر من كده بصراحه لا فيش لا لا الموضوع صعب قوي. بس بقول لك لازم نتجاوز كل الكلام ده، لازم نروح للناحيه الايجابيه اللي بتخص الفريق، لازم نحولها بناحيه ايجابيه. نعم. والامر ده دايما تعرف المظلوم بيلعب بيطلع باور زياده طاقة أكبر. او بيطلع طاقه اكبر اللي بيحس بالظلم، فهو ده لازم العامل الايجابي اللي ناخده عشان طبعا لانه بيه. خلي بالك برضو من ضمن الامور اللي لازم هنتكلم فيها، ولكن ان شاء الله لما النادي الاهلي يصل المباراه النهائيه، لان النادي الاهلي حتى الان لم يصل المباراه النهائيه، يعني من ضمن الامور ان انا عايز 50% من قيمه من مساحه الاستاد. لو هتتلعب بقى في المغرب يبقى انا من حقي 50%. وهي دي بقى اداره التسويق في النادي الاهلي او الاداره المسؤوله على الكلام ده مع الاتحاد الافريقي، لازم تتحرك من دلوقتي في الامور دي. والاي اي برضه في حاجه سواء كانت الدوله او قطاع خاص يساعد ان ازاي يوصل الجماهير النادي الاهلي يقدر يعمل من خلال تنظيم رحلات من خلال الكلام ده كله لازم نتكلم فيه بعد يوم السبت بالظبط بعد يوم السبت او الاحد دي حاجه انه ازاي ينظموا رحلات وتسهيل الاجراءات تسهيل الاجراءات سواء كانت فيز او ماديا يعني لا يعني مثلا في الكاميرون المباراه النهائيه كانت في السنغال كانت في طيارات بتطلع من هنا من مصر برزنتيشن سبورت ايوه ما هو ده اللي قصدي عليه طلعت من غير ولا تاشيرات ولا حاجه تنزل تروح تحضر المباراه وترجع وهكذا ممكن كان عندك فوق ال 10,000 و 15,000 ممكن تحصل دي حاجه هتساعد النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يشتغل على وفي نقطه ثانيه مهمه قبل ما انساها اتفضل انه انت دلوقتي عندك ماتش يوم 14 وعندك ماتش نهائي يوم 30 ان شاء الله لو ربنا قدر ووصلنا النهائي اتمنى من الاتحاد المصري انه يعيد ترتيب ماتشات الاهلي وما يحاولش يضغط ماتشات الاهلي في الدوري بحس انه الفرقه انه الاهلي ده بيوصل مصر وصوله النهائي يعني في النهائي اتمنى ان هم يقدروا يسهلوا على الاهلي ما يضغطولوش ماتشاته بحيث انه الفرقه توصل هناك مرتاحه وتوصل في اكمل جاهزيه. انت قلت برضو كلمه حكمه، انت قلت ايه؟ ان الاهلي بيمثل مصر وبالتالي طبعا. يجب ان يقف الاعلام في مصر كاملا طبعا كاملا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. خلي بالك أكيد. لانه هو النادي الاهلي دلوقتي طبعا بيمثل جمهوره وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي ده رايح يلعب باسم فرق بلد ثانيه، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر طبعا. وبالتالي يجب ان يكون الاعلام المصري كاملا يقف مع النادي الاهلي، وبالعكس طبعا. يشوف اتجاهات النادي الاهلي ايه ويمشي فيها، لانه انا بمثل مصر مش بمثل نفسي. طبعا طبعا انت الوضع مختلف، الاهلي لو اخذ بطوله افريقيا في النهايه اسمه الاهلي المصري، وثانيا هيروح كاس العالم للانديه بيمثل مصر، فدي كلها اتمنى يعني. هو بص هو الاعلام في مصر يعني عامه هو بصراحه دايما بيبقى بيتكلم بشكل ايجابي عن النادي الاهلي، لانه ما فيش حاجه مش ايجابيه في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفرض عليك ان انت تتكلم عليه بصوره ايجابيه، فاعتقد انه ما فيش مصري بكافه انتماءاته ما بيكونش واقف مع النادي الاهلي في ماتش زي ده. يا رب ان شاء الله. ومفروض ان يعني اي حد طبيعي ونفسيته كويسه من جوه انها في مثل هذه المباريات ان هو يقف مع الفريق اللي بيمثل مصر يعني. طبعا. رمزي بتفكر ازاي بقى في ماتش وفاق سطيف؟ من الواضح ان انت عندك تفكير مختلف بالنسبه للاعيبه. المباراه اللي فاتت قدرت تكسب 4-0. المباراه اللي جايه في ناس تقول لك ان المباراه انتهت وخلاص الاهلي صعد، وفي ناس تقول لك لا المباراه صعبه جدا. لا كرة ما فيهاش كده، اي لعيب كوره وانت يعني ما شاء الله تاريخ كبير في الكوره اكيد عارف انه ما فيش حاجه اسمها كده. انت لو رحت مريح ممكن تخاف، الماتش هناك يخوف يعني، وفاق سطيف الجزائري عارفين الملاعب هناك في الجزائر الامور بتكون صعبه مش سهله خالص. فانت لو لا سمح الله بديت بدايه وحشه، بدايه المباراه وحشه زي ما انت قدرت تكسبهم هنا، دي كوره ما فيهاش، لازم تلعب على اخر دقيقه. شفت اللي حصل في ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي،
كل حاجه وارده، بس الاهلي بخبره لعيبه اتمنى يلعبوا يتعاملوا مع الموضوع بهدوء، نقدر نطلع باقل خسائر. بمعنى ايه الخسائر؟ مش خساره ماتش، نقدر نطلع باقل خسائر جهد لعيبه، اصابات، ما فيش اصابات، يعني ماتش لازم نتعامل معاه بذكاء ونقدر نخلصه هناك ونبعد عن الضغط اللي موجود في الجزائر، نتعامل معاه بكل هدوء واريحيه عشان نعدي 90 دقيقه دول باقل خسائر ممكن. ازاي بقى من وجهه نظرك؟ ازاي يعني؟ شوف طريقه لعبه طبعا موسيماني زي ما بيقول، بص انا عشان تعرف بس نظريه يعني مدى النادي الاهلي وعظمته، جمهور زي النادي، جمهور النادي الاهلي مش عاجبهم مثلا، بيتكلموا الفتره الاخيره مش عاجبهم اداء المدير الفني موسيماني، رغم انه الراجل محقق كل البطولات مع النادي الاهلي وبيكسب، من تعثر بسيط تعادلين او خساره الدنيا اتقلبت. دي تديك يعني شقين، شق عظمه النادي الاهلي انه ما بيرضاش بالتعادل او بخساره او اي حاجه، وتاني حاجه انه ما فيش حد يقدر يرضي. تدريب النادي الاهلي ده موضوع مش سهل طبعا، كل اللي يجي يقول لك ده لو اي حد مع اللعيبه دي، حتى كانوا بيتكلموا على الجيل بتاعنا، اي حد يجي مع لا الموضوع مش سهل. ده حتى لما كان الجيل موجود وفي نجوم كتير، انت صعب ازاي تقدر توظف النجوم دي وتسيطر على النجوم دي طبعا، ويطلع كل اللي عندهم. كانوا ساعتها بيقولوا ربنا يديله الصحه عم حارس، لو مسك لا الموضوع مش سهل خالص. انت ازاي تتعامل في فرقه فيها نجوم بالحجم ده؟ ازاي تعرف تسيطر عليهم؟ ازاي تطلع اللي عندهم؟ ازاي تعرف ما يحصلش زعل؟ لانه في ناس بتلعب في ناس ما بتلعبش، ازاي الطريقه اللي تطلع امكانيات اللعيب دي؟ فالموضوع مش سهل خالص، الموضوع مش 11 لعيب في الملعب وخلاص، الموضوع مش سهل. فالراجل ده بيتعرض عليه لضغوط كبيره، ورغم انه النادي الاهلي فكر من بره الصندوق ومحدش يتوقع ان هو يجيب مدرب من جنوب افريقيا، فكره غير وناس كتير كانت انتقدت الموضوع في البدايه، لكن في الاخر حقق معاك بطولات كتيره وحقق معاك انجازات كتيره تحسب له بصراحه. فطبيعي يعني مش لازم من اي تعثر يحصل في النادي الاهلي ويقول لك موسيماني افريقيا غير موسيماني الدوري المحلي والكلام ده، كل حاجه وارده. مفيش فريق في العالم ما بيتعثرش، مفيش فريق في العالم بيفضل على مستواه زي ما هو، لكن الامور بتروح وتيجي طبعا. صح. وبعدين ماتشات الدوري انت عارف مختلفة تماما، يعني أنت ما بتعرفش تقدر تحافظ على نفس الليفل بتاعك على الفوز، لأنه مسابقة في الآخر اللي نفسه طويل هو اللي بياخدها، والأهلي نفسه طويل وبيعرف يتعامل مع الأمور دي. يعني أنا يعني مش لازم نحنا نهاجم المدير الفني، فترات هو مثلا قبلها كانوا بيهاجموه، كسب الماتش اللي فات أربعة قعدوا يقولوا في شعر، لازم تتعامل الموضوع، ما تعاملش بالقطعة، تعامل بالانجازات وبالفترات اللي هو بيحققها المدير الفني. اتمنى كل الدعم ليه والتوفيق ليه والناس كلها تدعمه. ولكن موسيماني بيتعرض حتى في فترات الجيده ليه، يعني انت برضو معلش كتاريخ لما تيجي تفتح الكتاب وتيجي تبص بعد 100 سنه اللي هيبقى عايش يجي يبص هيشوف ان موسيماني خد بطوله افريقيا رقم التاسعه والعشره وان شاء الله تكون ال11، هو حد هيسال الاداء كان عامل ازاي؟ الاداء ومش الاداء ما هو ولا هو الموضوع لان انا الحقيقه بشوف ان الموضوع ممكن جدا يكون زي ما حضرتك قلت ان موسيماني بيخطئ في امور كثيره بتحصل في الملعب طبعا زيه زي اي حد، ولكن في النهايه بشكل عام هو بيؤدي ما هو مطلوب منه واللي النادي الاهلي عايزه. انا اسالك سؤال، احنا لو جينا دلوقتي قلت لك كابتن اسلام الاهلي يلعب حلو ويخسر البطوله ولا يلعب وحش وياخد البطوله؟ لا احنا عايزين الاثنين. انا كده انا كهلاوي هقول لك انا عايز الاثنين، الاهلي يلعب كويس وياخد البطوله. ماشي، بس لو خيروك تختار حاجه واحده؟ انا هختار البطوله. طيب هي في النهايه التاريخ بيذكر البطولات، صح ولا غلط؟ مظبوط. في ماتشات كتيره فرق احنا هنفضل نعمل زي فرق يخسر يقول لك والله بس فلان جاب جون وعلان جاب عون وايه اللي حصل ولعبوا كويس وحرام يكسبوا. لا هي في النهايه التاريخ بيذكر الفائز دايما. حتى ممكن في حاجات مش كل ماتش في ضغوطات كتيره، في ضغط ماتشات، في امور، في اصابات، في غيابات، فطبيعي ان المستوى ما بقاش. بس هو الماتش اللي فات رد على كل المشككين والفريق كسب اداء ونتيجه، ورغم كده قال لك لا موسيماني في افريقيا غير موسيماني لازم يلاقوا له حاجه كل ايه طبعا. لا ما تقدرش ترضي الناس كلها، خلي بالك، بس
اتمنى ان هو الراجل مدير فني النادي الاهلي محقق انجازات كتيره بصراحه، بغض النظر عن اي حد يعني كلام بيحصل في الكواليس، بس في النهايه شغله واضح وان هو بيكسب. طيب هنكمل كلامنا مع الكابتن رمزي صالح، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رمزي، مهم جدا ان انا اعرف رايك في اداء النادي الاهلي بشكل عام بقى في البطوله الافريقيه. لا هو في البطوله الافريقيه ماشي من اولها يعني. كويس، كان حصل تعثر في البدايه والنتائج، لكن دايما الاهلي زي ما بيقولوها مع كل ما البطوله بتعدي كل ما بيسخن اداء، فطبيعي دايما مرحله المجموعات ممكن شفنا الاهلي بيصعد بصعوبه والكلام ده، بس الاهلي متعود يعمل على المواقف دي. برضه لعب في مجموعه مش سهله، ما اعتقدش ان هي كانت سهله، فريقين خلي بالك انا لعبت في المريخ السوداني، المريخ السوداني والهلال السوداني تقيل تقال طبعا طبعا، والاهلي برضه خدم نقطه انه المريخ كان بيلعب في القاهره، فدي خدمت نقطه الاهلي النادي الاهلي وضعفت شويه من الفرق السودانيه، لكن الاهلي قدر يتجاوز المرحله دي. اعتقد عمل ماتش كان نموذج مع وفاق سطيف، حتى في لعيبه استعاد ثقتها وثقه الجماهير فيها زي بيرسيتا وادى ماتش كويس، والاهلي لغايه دلوقتي بيقدم بطوله حلوه، ان شاء الله يا رب تكون الثالثه على التوالي ويقدر يسعد جمهور النادي الاهلي، لان الجمهور سبحان الله جمهور النادي الاهلي ده رغم ناس بتحلم ببطوله، جمهور النادي الاهلي اتعود على بطوله افريقيا دي ان هو ياخدها كل سنه. انا فاكر في 2008 لما خدنا بطولة افريقيا واحنا راجعين من المغرب من الكاميرون، القطن الكاميروني، انا عايز اقول لك الناس عادي. والله اصل الحمد لله يعني الواحد لعب مع جيل قد ايه هو عظيم، الناس اتعودت على انجازاتهم. خمسه سته سبعه يعني حصل اللي حصل ووصلت النهائي ثمانيه، الناس اتعودوا على فبقيت تاخد بطولة افريقيا عادي بالنسبه لك. فالجيل ده بقى بيكمل الاجيال اللي راحت، يعني هو حققوا التاسعه والعشره دي من بعد غياب زمن، فده بصراحه يحسب لهم رغم انه الاهلي وصل كذا نهائي، يعني عايز اتكلم في النقطه، الاهلي وصل كذا نهائي لكن خسر مع الجيل اللي موجود في الفتره الحاليه. اتعلم هو ده بقى ان انت ازاي تعرف تتعلم من النهائيات. بعد كده اتعلم، ما كل دي خبرات، ما هو الجيل اللي فات برضه ما بقاش يعني ابو تريكه ما بقاش ابو تريكه، وبركات ما بقاش بركات، وائل الا بعد تجارب خضوها كتير، الجيل ده بيحقق نفس اللي حققه الجيل اللي فات مع فرق المستويات طبعا وفرق العقليات وفرق كل حاجه، لكن هو وصلنا كذا نهائي والجيل ده ما توفقش في النهائي ده، بعد كده رد على كل الناس من الخبرات اللي خدوها والتعلم والمواقف ولعب كاس عالم الانديه، فدي كلها خبرات خلت اللعيبه قادره ان هي تاخد النهائيات وتدخل على المباريات النهائيه من غير ضغوط زي اللي بيحصل الايام دي. وده متوقع ان شاء الله لو ربنا كرمنا وصلنا للمباراه النهائيه ان احنا نشوفه في هذه المباراه، لانه لو اتلعبت هذه المباراه في المغرب اعتقد هيبقى ضغوط كبيره من الجمهور. طبيعي طبيعي ده طبيعي، بس اقول لك على حاجه يعني انت مش عايز قصدك يعني ايه، ما حدش يجي يقول لي ده ضغوط جماهيريه بقى وبتاع، ده الطبيعي اساسا. ده الطبيعي وماتش نهائي وكده. هو طبعا يعني بص اقول لك على حاجه، انا عندي شخصيا انت لما لعب مثلا الاهلي هنا ضد الزمالك والاهلي كان فاز وكان الماتش عليه ضغط على لعيبه الاهلي اكتر ما تلعب الوداد مع الزمالك. لسبب انت عارف ان الاهلي والزمالك في مصر وعاملين ازاي والضجه الجماهيريه اللي بتحصل، قدروا يتخطوا الماتش ده وياخدوا البطوله وماتش نهائي والكلام ده. فدلوقتي انت رايح تلعب المغرب الوضع مختلف تماما، لكن ممكن نستغل الموضوع ده بالهدوء والتعامل مع النهائيات، وانه يكون عامل الجمهور ده مؤثر على الضغط على لعيبه الوداد المغربي مش اكتر، وخاصه كيف انا لسه واخد بالي انه تاني نهائي يتعمل في الملعب ده ومفيش ملعب في افريقيا غيره. ما انا بقول لك ايه يعني، بص ما هو ده المنطق بقى، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان حتى احد الصحفيين النيجيريين اتكلم، مش مصري ملوش علاقه ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا وداداوي ولا حاجه خالص، هو راح بيتكلم بالمنطق بالعقل، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه
يعني هو ما فيش غير يعني لو في مصر يعني ما فيش غير مصر مثلا ولا ما فيش غير استاد القاهره. لا ما فيش غير ملعب ده، لكن هو ما فيش غير ملعب ده يعني مش كده يا جماعه. ما هو انت مش فاهم الموضوع لا يصل لهذه الدرجه. السنه اللي فاتت ما صعدوش للنهائي، هم كانوا الوداد كسب فهم بيعوضوهم بيعوضوهم حاجه غريبه جدا يعني انت فاهم اللي هو ايه. لا لا مفيش فايده، مفيش والله مفيش فايده. بس انا بس اقول لك على حاجه اتفضل. يعني برضو يعني فين رجاله المصريين المؤثرين في اتحاد الكوره؟ يعني فين من اللي بيحصل ده؟ انت في النهايه هو الاهلي ده طلع بيان. لا بس الاهلي، الاهلي اقول لك على حاجه، الاهلي بيمثل مصر طبعا صح؟ صح. فانت طبيعي الداعم الاساسي للاهلي مين؟ اتحاد الكوره. تاني حاجه، واي شخصيه مصريه موجوده في الاتحادات الافريقيه والاتحادات الدوليه صح ولا غلط؟ فين الناس دي من اللي بيحصل ده؟ يعني اكيد قبل ما يتخذ القرار كان في تسريبات. الله طبعا طبعا على صح. طب ازاي يعني فين الكلام ده؟ يعني مش الاهلي اللي لازم ياخد موقف، اتحاد الكوره اللي لازم ياخد موقف في موقف زي ده، لانه في الاهلي في النهايه تابع للاتحاد المصري. هو حتى الان لم يظهر يعني انا بص انا يعني انا مع رده الفعل، بس انا من غير ما اشوف حاجه يعني من غير ما اشوف مش هيحصل حاجه، لانه ما حصلش خلال الاسبوع اللي فات. لا بس الاسبوع اللي فات دي كانت تسريبات. بعدين خلي بالك حتى هذه اللحظه حاجة. حتى هذه اللحظه النادي الاهلي ليس طرفا في النهائي. هو انا معاك رسميا، انا معاك النادي الاهلي مش طرف في النهائي، بس لازم كان يبعد اي ملعب موجود الاربعه. انا برافو عليك اللي في الدور الاربعه ده الف ب صح ولا عارف لو متحدده من زمان ما فيش مشكله. ولو رئيس الاتحاد الافريقي وجي قال له لاي بلد في ال 54 بلد في افريقيا وجاء قال له انا عايزك تلعب هيستضيفها طبعا. هيستضيفها ما هو كلام ان السنغال رفض دي مش منطقي. انا سمعت ان السنغال هيعملوها في الملعب اللي لعبوا عليه ماتش مصر والسنغال ويعيدوا افتتاحه تاني ويعملوا احتفاليه، بس ما كلام مش منطقي. بس يعني يعني انا اقول لك على حاجه، الاهلي دلوقتي دوره صدقني ولا يحتاج، لانه مش هيحصل حاجه، مش هيغير حاجه الا بقى اذا يعني ما اعرفش السيناريوهات هم ادرى فيها. بس دلوقتي انت بعد ماتش السبت ان شاء الله يخلص نوصل للنهائي تتغير المعطيات كلها لدعم من النادي الاهلي وتنظيم رحلات للمغرب وتسهيل الامور الاجراءات لوصول النادي الاهلي سواء كانت اللي هي الامور اللي هي في الرسميه بس وفي نفس الوقت ماديه للناس تقدر طبعا تسهل. بس في نفس الوقت برضو يا رمزي، هل انت تقدر تثق في طاقم التحكيم اللي ممكن يدير مثل هذه المباراه لو هي المباراه النهائيه ما بين النادي الاهلي والوداد في المغرب في مركب محمد الخامس؟ ما هو بص، هل انت كاهلاوي تقدر تثق بعد اللي انت بتسمعه؟ ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. ما ماشي، ما انت يعني بص يعني كمان ايه ده، انت موديت اثنين او ثلاثه من افضل الحكام خليتهم يحكموا مباراه نصف النهائي. طب وبعدين مين اللي هيحكم النهائي؟ لا ما فيش، هو يعني غربال مصطفى غربال وجوميز حكموا الوداد. ما انا فاهم، هو اولا يعني انت اصلا مش واثق في واحد بيقرر يلعب على نفس الملعب اللي ما فيش غيره في افريقيا، والفرقه صعد ب 50% واصله النهائي، مفيش منطق من المساواه. يعني انت بتفكر انه ممكن يجيب لك حكم على مزاجك ولا حكم كويس؟ ما هو ده اللي انا بقوله لك بقى. ما هو دي القصه، انت بص انت هتروح هتتعرض لكل او مبدئيا انت متعرض لظلم كبير بالحركه دي. عادي بس ماتش يوم السبت وبعد كده ان شاء الله حلقة. وبعد كده هتتعرض لظلم اكبر. بس المفروض بقى ان احنا نقدر نتعلم، والاهلي عارف اللي هو ايه يعني بالذوق بالعافيه رغم كل الظلم ان شاء الله نرجع بالبطوله ال11 هنشوف ونكمل كلامنا مع كابتن رمزي صالح، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رمزي، من اصعب البطولات الافريقيه اللي هي البطوله 2008 اللي انت كنت متواجد فيها، لو تفتكر اهم واصعب الماتشات في البطوله دي. يعني يمكن لا ما كان في هو اصعب ماتش اعتقد هو كان القطن نهائي بس احنا كسبنا هنا 2-2 كان في ميزه في النادي الاهلي، كان دايما مستر مانويل جوزيه، ودي بالحاجات الواحد يعني بص هي بعد كده بقت الامور عاديه والامور في الاول جت فتره كان بيرش ارضيه الملعب ميه
عشان يسرع الريتم وخصوصا مع الفرق الافريقيه. فاي فريق كان بيجي استاد القاهره طبعا كان ايام الحضور الجماهير اللي اتمنى ترجع زي زمان يعني، كان بيبقى خسران قبل الماتش ما يبدا. كان جبنا جونين اعتقد 2-0 كان في لافيو وائل جمعه. جمعه جاب الاول. فالمباراه خلصت من القاهره فانت رحت باريحيه رغم ان احنا هناك تعادلنا. واحمد حسن جاب جون هناك وشادي. تعادلنا 2-2 كان ماتش صعب لان احنا لعبنا في درجه حراره حوالي 41 كانت درجه حراره صعبه. وغير كده بقى الفندق اللي هناك اللي كان في الكاميرون كان صعب. حاجه صعبه يعني كان الواحد كان من اصعب الفنادق الواحد نزل فيها في حياته. رغم كده انه كان اياميها اعتقد الكابتن حسام البدري راح قبلنا قبل الفرقه عشان يظبط الامور ويشوف افضل فندق. قال لك ده احسن فندق في كنت تفضل بقى الناموس قد كده وحاجات غريبه بس عارف اللي هو ايه الخبره اللي عند اللعيبه والجيل الكبير ده اللي الواحد اتشرف انه اتعلم منه كتير ان انا كنت موجود معاهم وزادتني خبرات. الخبرات دي نقلتها في فلسطين، نقلتها لعيبه المنتخب ونقلتها يعني بحاول دايما اللي بتعلمه من الصوره اللي انا اتعلمتها. لانه بصراحه اقول لك على حاجه يمكن اول فريق احترفت له بمعنى احتراف هو النادي الاهلي. فانت جاي على كبير افريقيا او كبير العرب فمش سهل تدخل وسط المنظومه دي. وانا من حسن حظي ان جيت مع الجيل ده وجيت مع مدرب كبير زي مستر مانويل جوزيه. ايوه عارف ان انت تيجي الخضه دي رغم ان انا جاي وانا لاعب مثلا 64 ماتش دولي بس اللعب مع يعني في فلسطين حاجه واللعب في النادي الاهلي حاجه تانية خالص يعني هيبه النادي الاهلي. بس اقول لك على حاجه عشان تعرف حتى يعني عظمه النادي حتى الافراد اللي فيه. كابتن احمد ناجي يمكن اول واحد استقبلني وكان برضو الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي حاليا. كنت بشوفه في اهلي مدينه نصر اول ما جيت اول فتره وكان بيمشي معايا وبصراحه عارف اللي هو بيحسسوك ان انت في مكانك. كابتن احمد ناجي استقبلني في بيته في الاول ما كنتش طبعا عارف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده شويه شويه بقيت ادخل مع المجموعه وبصراحه ما حسيتش غربة خالص. انا اوكي انا مواليد مصر وعشت في مصر كتير وبعد كده رحت على السعوديه وفلسطين بس قصدي ان انت داخل مكان اول مره تشوف اللعيبه دي ومكان اول مره تتعامل صح. ومكان يعلمك يعني احتراف. كان التمرين الساعه 9 الصبح عارف اللي هو بجد. بص انا الكابتن سمير زاهر الله يرحمه قال لي كلمه قال لي اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. دي حسيتها بعد ما رحت فرق تانية. بجد الاهلي حاجه تانية. مش بقول كده على اساس ان انا اهلاوي او في قناه النادي الاهلي دي حقيقه. تعلمت كل حاجه كل يوم بتتعلم حاجه شكل حتى من عامل في النادي الاهلي بتتعلم حاجه. المنظومه بشكل عام بص رغم كل اللي بيحصل والاجيال بتتغير الا الاهلي واصل ماشي بنفس الليفل وبيحقق بطولات. ده مش من فراغ ده لانه المنظومه نفسها بتعرف تتطور بتتطور ومتكامله صح. يعني كل حاجه بتتغير لكن يبقى النادي الاهلي هو اللي فوق وفرق كبير بينه وبين الانديه الثانيه بصراحه يعني. مين اقرب الناس اللي كانوا ليك في الجيل بتاعك؟ لا في كتير كنت يعني مش عايز اقول يعني اسماء معينه بس في كتير. انا بطبيعتي علاقتي حلوه مع الناس كلها وحته ان انا بصراحه اقول لك على حاجه عارف انت بحكم ان انا فلسطيني ففي تعاطف كان معايا من جمهور النادي الاهلي ومن اللعيبه وكده فلقيت احتواء كبير قوي بصراحه سواء من الناس الكبيره ويعني مثلا ابو تريكه جمعه بركات محمد شوقي الناس دي كلها فاهم من الناس اللي قريبه على قلبي وكل الفرقه كانت بتعاملوا معايا بشكل بصراحه راقي وعرفت ادخل في المجموعه كاني بقالي معاهم سنين. دي ميزه بصراحه موجوده في النادي الاهلي. خدت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ خمسه. قد ايه دوري؟ اتنين دوري؟ بص انا يمكن بص عشان الناس بس تحكم الجيل القديم برضه كان بيواجه صعوبات عشان ما نقساش على الناس طبعًا اللي موجوده. طبعا طبعا يعني انت كنت موجود اكيد في ظروف مرت عليك اسوأ من كده
وظروف صعبه وفي ماتشات بتبقى المستوى نازل عامل كده وبترجع تاني. طبعا طبعا مفيش فرقه في العالم بس عشان يوصل للناس، رغم ان انا من الجيل القديم ده، بس برضو كنا بنتعرض لحاجات وظروف صعبه. جت فتره اخر ماتش احنا 2008 2009 خدنا الدوري بماتش فاصل مع الاسماعيلي. مظبوط في اسكندريه. اسكندريه حرس الحدود. حرس الحدود فلافيو. طبعا وصلنا. تخيل انه الاهلي يوصل، فانا بقول لجمعه قدامي وانتوا جايين على حظي، كان اول مره العب اساسي، انتوا جايين على حظي تعملوا كده يا جمعه. ففي ماتشات، بس في نفس الوقت الماتشات دي بينت للناس وعلمت مع الناس، لانه كان اصعب دوري ياخده النادي الاهلي. اعتقد كان زمان كنت باجي وبسمع قبل ما اجي الاهلي بياخد الدوري قبل الدوري ما يخلص بيخلص من 10. كان مش كان مثلا بيدي 4-5 اجازه مستر مانويل. كان بيدي 13 واحد اجازه. هو خلاص هو ضمن الدوري. وهو نفسه بياخد اجازه 7 ماتشات. بس جه على حظي انا الاهلي بس. بص هو لعل يعني جت حلوه في صالحي ان انا يعني عارف انت كل الناس كلها بتبص لك. طبعا عملت يعني ماتشات حلوه مع النادي الاهلي الحمد لله، وزي ما بيقولوا يعني بجد كنت شرف عظيم ليا اني اكون جزء من المنظومه دي. اخيرا يا رمزي لو حابب تقول كلمه بقى لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي قبل المباراه اللي جايه المهمه جدا امام وفاق سطيف، وقبل ان شاء الله المباراه واللي بيحصل ده كله، تقول ايه؟ اقول الكلمه اللي قلتها، اتمنى من جمهور النادي الاهلي ما يعني ما نجريش ورا السوشيال ميديا قوي او الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا، ندعم المدير الفني اللي موجود الكابتن موسيماني، سواء مفيش مدير فني ما عندوش اخطاء طبعا لازم ندعمه طبعا، وما نفرقش بين محلي وافريقي، في النهايه الدوري نفسه طويل والاهلي يعني اللي بيكسبه يبقى نفسه طويل، الاهلي بيعرف يتعامل مع الموضوع ده وعندنا خبرات سابقه في المواضيع دي والدلائل بتشير لكده. الاهلي قادر انه يرجع للدوري بالسهوله يا رب. ولو تيجي تحسبها الماتشات المؤجله مش هتلاقي انه في اصلا فارق، دي حاجه. تاني حاجه اتمنى دعم المدير الفني، واتمنى اللعيبه تفكر في ماتش السبت ده بايجابيه، ما تفكرش ان هي تروح الماتش وهي كسبانه 4، لانه كرة القدم ما بتعرفش يعني تدي اللي بيديها. وتاني حاجة وأخيرة أتمنى من الإعلام المصري كله سواء هنا أو في أي مكان تاني إنه خلاص نقفل مساندة النادي الأهلي بقى، ونقفل صفحة إنه الماتش يتغير أو ما يتغيرش. الاتحاد الأفريقي مش هتاخد منه أمل وما فيش فايدة فيه. في النهاية أنت لازم تروح هناك بإيجابية، رغم التحكيم رغم الظلم إنه الملعب ما فيش حيادية في الموضوع. أيوه لكن ده كله يتعامل في صالح النادي الاهلي، وده يطلع طاقه لعيبه النادي الاهلي ويكونوا رجاله ويرجعوا بالبطوله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رمزي، شرفت ونورت، وكنت سعيد جدا بوجودك معايا، وان شاء الله دايما تشرف وتنور معانا. حبيبي ربنا يخليك لي الشرف، وانا سعيد والله اتواجدت معاك وواحد سعيد في البيت. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن رمزي صالح. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده قرارات او قرار تم اتخاذه للنادي الاهلي هيلعب المباراه النهائيه، او اتخذ الاتحاد الافريقي قرارا بأن المباراة النهائية ستلعب في مركب محمد أو في ملعب مركب محمد الخامس إن شاء الله يوم 30 مايو القادم. اتكلمنا في حاجات كتيرة جدا، ولكن في النهاية إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت، ابتداء بقى من يوم الأحد برضه هيبقى عندنا كلام آخر وكتير جدا نقدر نتكلم فيه. عايز أقول لحضراتكم إن بكرة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري في نهائي في سلسلة نهائي الدوري، المباراة الثانية بكرة. المباراة كانت الساعة 8:30، أصبحت في تمام الساعة 9:00، هتبدأ الساعة 9:00، فإن شاء الله استوديو تحليلي قبل المباراة، والمباراة هتبقى مع حضراتكم على الهواء مباشرة ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد في كرة السلة، ثم بعد نهاية الاستوديو التحليلي هكون مع حضراتكم ساعة واحدة بس على الهواء عشان نشوف التطورات اللي بتحصل في هذا الأمر. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على خير، أشكركم وأشوفكم على خير.